كل ذكرى ضحك وياك ابكي لك عليها عيون تشمت بالمطر لو فاض. يا المشيك مشي المصيوب وجدامك ثقيله شوق شايل خطوه المختار. كل ذكرى ضحك وياك ابكي لك عليها عيون تشمت بالمطر لو فاض. يا المشيك مشي المصيوب وجدامك ثقيله شوق شايل خطوه المختار. كبير صوابك بقلبه ولا يرحم عليك ضماد. كبير صوابك بقلبه ولا يرحم عليك ضماد عابر خسفة السجيل. يا القلبك جناح غراب داينت الحرق دخان وطيت يا القلبك جناح غراب داينت الحرق دخان وطيت الحبر كم راي داينت الحرق دخان وطيت الحبر كم راي كل هذا واقول لك ليل. كبير صوابك بقلبه ولا يرحم عليك ضماد عابر خسفة السجيل. يا القلبك جناح غراب داينت الحرق دخان وطيت الحبر كم راي كل هذا واقول لك ليل. وطيت الحبر كل شي يذكر بملقاك مني مرني لون غروب ياخذني السما رقاد. كل شي يذكر بملقاك مني مرني لون غروب ياخذني السما رقاد. ومن يفرش جناح الليل اركض للصور مصلوب احطك اشوفك اركض للصور. ومن يفرش جناح الليل اركض للصور مصلوب احطك تشوفه بتشوفك واطيح لك ايش قد عناد. شايل عشقك بروحي وادور بالخلق رسمك عسى يصادفني لي شبهك لم عمره واعيش ردود. الله وحقك عيشت الوياك وحقك عيشت الوياك عبرة خوف تتشتال ياخذني القلق بالليل واسهر لك سهر كادود. وحقك عيشت الوياك عبرة خوف تتشتال ياخذني القلق بالليل واسهر لك سهر كادود. تانيتك تمر بالغيم تانيتك تمر بالغيم تمطر للعطش لك شوف يلطولك يناغ القيض. تانيتك تمر بالغيم تمطر للعطش لك شوف يلطولك يناغ القيض بس مناطرك صايود. بلك الله الخطية تموت وارجع باسمي من ننصاح وتفض كلمة المقرود. أحسنت يا كرار الوندي أستاذ يحيى العلاق. كرار قصيدته جميلة لكن أنا شخصيا ما تفاجأت بأبيات. كنت أنتظر للنهاية أنه بيت يخليني أتحرك وأقول الله لكن للأسف ما شفت بيت حركني. يعني أكو أبيات بالبداية لكن ما ارتقت المستوى يعني الدهشة. كاتبها بإحساس عالي مو دائما الصورة هي الهدف. بس هاي أعتقد بسبب الحفظ نحن يعني طلعنا بالخمسة الصبح تعبانين لحد الآن لا أكل ولا نوم. القصيدة كاتبها الصبح؟ لا مو كاتبها الصبح أنا كاتبها قبل يومين. نعم. إيه وبسبب الحفظ والمسافة الطريق التعب فمن ناحية الإلقاء والحفظ تقدر تشوفها غير مجال يعني تعذرني من ناحية. كرار إيش قصار لك تكتب؟ صار تقريبا 3 سنوات. إيش قد؟ 17. 3 سنوات صار. 3. أنا ما قلت لك مو حلوة. بس قلت لك انت يطلع منك يطلع منك الافضل الافضل يعني احساسك جميل لكن ما وصلتني لهاي الدهشه والتفاعل. الشعر يعني لازم يهزك من اعماقك ويحركك. اتمنى تتقبل رايي. انا استاذ اتعلم والله.